أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. محكمة سويدية تدين رجلين بتهمة إدارة شبكة لتهريب البشر بعد قيامهما بنقل لاجئين عبر الأراضي الأوروبية إلى السويد بمقابل مادي، وحكمت على أحدهما بالسجن لمدة 2 سنين وعلى الآخر بالسجن 1 سنة و6 أشهر. وقد اتهمت النيابة العامة هؤلاء بتهريب 170 شخصا من مدينة ميلانو الإيطالية إلى السويد في 15 مناسبة مختلفة في صيف وخريف العام 2014. وتقاضى المهربون أو المهربين 500 يورو عن كل شخص تم تهريبه ليصل حجم ما حصل عليه من أموال إلى 10,000 يورو عن كل رحلة. قررت مصلحة شرطة مالمو فصل 2 من حراس الأمن من عملهما بالشكل الذي لا يسمح لهما بالعمل مجددا في مثل هذه الوظيفة. المصلحة كانت قد اتخذت قرار هذا مشاهدينا بعد المتابعة التي قامت بها صحيفة أفتن بولادت للمجموعة التي أنشأها الحارسان على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ونشرا من خلالها تعليقات عنصرية ضد أشخاص ينحدرون من أصول أجنبية، وتفاخروا أيضا حول كيفية استخدامهما القوة المفرطة بحق البعض. وقد تعرض 25 عنصرا من حراس الأمن إلى المساءلة في التحقيق الذي تقوم به الشرطة، وحتى الآن جرى تعليق 2 عن عملهما، ولكن من المحتمل أن يواجه آخرون العقوبة نفسها. قالت مصلحة الضرائب السويدية إنها تدقق في حسابات 120 شخصا يشتبه في تمويلهم الإرهاب بناء على تعاون مع جهاز المخابرات السويدي، وذلك بعد الكشف مشاهدين عن وجود مدفوعات ضريبية إضافية على هذه الحسابات. وقد نقلت الإذاعة السويدية عن بيا بيرغمان وهي المنسقة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، نقلت قولها وهي طبعا موظفة لدى مصلحة الضرائب، قالت إن جهاز المخابرات أعطى المصلحة ملفات 400 شخص تدور شبهات حول تمويلهم للإرهاب، وأنه تم حتى الآن الانتهاء من التحقيق في 120 ملف، حيث بلغت قيمة المدفوعات الضريبية الإضافية على هؤلاء أو لأصحاب هذه الحسابات 10 ملايين كرون، وهم يتوزعون بين مدن ستوكهولم، يوتوبوري، مالمو ويافل. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصدر وصفته برفيع المستوى قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض أن يلتقي وزيرة الخارجية السويدية مارغوريت فالستروم خلال زيارتها المقررة هذا الأسبوع إلى المنطقة. وقد ذكر المصدر الإسرائيلي أن إسرائيل تذرعت برفض لقاء والستروم بعدة أمور منها اعتبارات ضيق الوقت، لكنه أضاف أن السبب الحقيقي هو استياء إسرائيل من سياسة السويد تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو بشكل عام، وتصريحات صدرت مؤخرا عن فالستروم ضد إسرائيل بشكل خاص. أيضا في هذه النشرة لكن من الناحية الاقتصادية، شركة الطيران السويدية ساس تقول في تقرير لها اليوم إنها سجلت انخفاضا حادا وغير متوقع في أرباح الربع الرابع من هذا العام، مشيرة في الوقت ذاته إلى خطط قريبة لخفض التكاليف. طبعا الشركة كشفت أنها حققت ربحا قدره 577 مليون كرون قبل الضرائب للربع الأخير من هذه السنة، مقابل 867 مليون كرون في ذات الفترة من العام الماضي. طبعا جاء هذا التراجع في الأرباح رغم الزيادة في أعداد الركاب والمسافرين عبر هذه الخطوط التي تعتبر واحدة من أكبر خطوط الطيران في القارة الأوروبية. أختم أيضا بهذا الخبر مشاهدين تقرير أعده مكتب الإحصاء الأوروبي أظهر أن السويد تعد أقل البلدان الأوروبية في عدد المدخنين بنسبة تقل عن 17%
من عدد السكان، وأضاف أن 7.6% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما هم فقط من يلجؤون للتدخين. وإضافة إلى كونها أقل البلاد تدخينا، فإن السويد أيضا الأقل في نسبة التدخين السلبي التي تصل إلى 5.9% فقط. السويد كانت حظرت التدخين في الأماكن العامة منذ أكثر من عقد، والتحديد في العام 2005 قررت حظره في المطاعم، بينما تعالى أصوات حالية لمنع التدخين حتى في الأماكن المفتوحة. إلى اللقاء.